الدسوقي عم النبي يا ابو طالب، حكمه مثل حكم والدين نبينا وشفيعنا طبينا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انهما في الجنه. كان الدكتور نور سويد الحلبي صديق الوالد سيد يوسف هاشم السي احمد الرفاعي الوزير النائب الشيخ الطريق الرفاعي الصوفيه، اهدى الوالد بعد هالكتاب ان ادله جايب ان والدي النبي صلى الله عليه وسلم ابونا عبد الله وامنا امنه بنت واب انهما في الجنه. بس الحين في واحد شيخ ازهري شنو اسمه هو؟ كريمه. اي كريمه يقول ان عم النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ابي طالب بعد بالجنه، يقول لانه هو جد النبي وجد العتره. طيب فيه اشكال برضو على كده. شلون؟ اللي قتل معلوم ان قابيل قتل هابيل. صح. طيب البشريه تناسلت من قابيل. صح. قابيل في الجنه ولا في النار؟ ولا في النار؟ احكي يا سيد المحروس يا سيد الرفعت الرفاعي. الله اعلم. نعيش انها في الجنه. لا، في حديث في الصحيحين ما من نفس تقتل الا كان على ابن ادم الاول كفلها لأنه أول من سن للناس القتل. يعني كل ما بتحصل جريمة قتل بينزل عليه الكفل. أنت عارف الكفل والنصيب؟ يعني إيه الكفل والنصيب؟ النصيب هو مقدمة الدب والكفل هو المؤخرة. كويس؟ فكفله بينزل عليه الإيه؟ على يعني ياخد حاجة من السيئة اللي بتحصل لأنه علم الناس القتل. يبقى الغراب بياخد الحسنة برضو لأنه علم الناس الدفن. فالأوليات دي فيه كلام ما تقدرش تكذب حد. ده الصحيحين البخاري ومسلم في زاد المسلم للشنقيط. فإحنا عندنا هنا هو قال سورة التوبة مدنية ما فيهاش آيات مستثناة بالمكية. طيب وما كان استغفار إبراهيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. طب وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ايه علاقه الدب دي يا مولانا؟ احنا ما نخربش. هو الرسول صلى الله عليه وسلم استغفر لمين؟ لابن ابي. وكفنه في قميصه. نعم. وزاد على السبعي لان ربنا قال له استغفر لهم او لا تستغفر لهم. انت استغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله له. يبقى ديت الاستغفار هنا لابن ابي. ايوه. مش لابي طالب. يبقى يستغفر لابن ابي. ايوه استغفر اللي هو نهي عن الاستغفار له. ايوه. وعمه في النار. احنا الثانيه لو ما هو الراجل قال السوره مدنيه. ما دام لم يستثنى منها ايه مكيه. نشوف هل استثنى منها ايه مكيه ولا لا. ايوه. اذا كان لم يستثنى منها ايه مكيه تبقى هي دي. لكن السوره كلها في السنه التاسعه. إيه؟ اخر ما نزل. نعم. هو مرجعه من تبوك. ولذلك نعم. بعث عليا تحت امرة الصديق ليقرأ هذه الصورة على الحجيج. وفيها يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وعلى فكرة الجماعة الدروز كاتبين كتاب مؤمن قريش اللي هو مين؟ أبو طالب. أيوة. كاتبه واحد من كتابهم اسمه مصطفى غالب. مؤمن قريش أبو طالب. الدروز يقول عليه مؤمن قريش. واسمه ده زي رأي السيد أحمد حسن الباقور.